فزميلتي دعيني نتحدث بداية عن الداخل السوري وما جرى من تطورات أمنية حدثت يوم أمس وانسحاب قوات الجيش السوري من مناطق دير الزور ومن مناطق البوكمال. هذا الأمر استدعى أن يحدث صراعا ما بين قوات قسد وما بين العشائر المتواجدة هنالك في مناطق البوكمال وأبرزها عشيرة العقيادات. حاولت السيطرة على تلك المناطق ولكن بعد صراعات ونزاعات عنيفة استمرت في عدة ساعات مؤخرا وبالمحصلة سيطرت قوات قسد على منطقة البوكمال وأيضا على معبر البوكمال. الآن القوات المقابلة لقوات حرس الحدود وللجيش العراقي المحاذي لمنفذ القائم الحدودي هي قوات قسد في الجانب السوري. هذا الأمر يعني استدعى إلى تعزيزات أمنية مكثفة أخرى إضافة إلى تعزيزات التي قامت بها القوات المسلحة في الآونة الأخيرة. والأمر الذي يعني استدعى تدخل اليوم وصول قيادات أمنية رفيعة المستوى اليوم الساعة 8 صباحا إلى منفذ القائم الحدودي بدءا من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله ومعاون أو نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي إلى جانب قائد القوات البرية الفريق قاسم المحمدي. وصلوا اليوم صباحا إلى منفذ القائم الحدودي لتفقد القطاعات الأمنية وكذلك تفقد أيضا الشريط الحدودي وأيضا المرحلة الرابعة من إكمال الجدار الكونكريتي هنالك على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وكذلك متابعة المناورات الأمنية التي تجريها القطاعات المشتركة من الجيش العراقي وقوات حرس الحدود والحشد الشعبي والحشد العشائري. يعني هذه التطورات هي يعني مستمرة منذ أيام ولغاية الآن وكما ذكرت أنه القيادات الأمنية هي في زيارات مستمرة إلى منفذ القائم الحدودي. أيضا في يعني في داخل محافظة الأنبار يعني قيادة عمليات الأنبار تجري اجتماعات مستمرة ومتابعات ميدانية للقطاعات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة إضافة إلى القطاعات الأمنية المنتشرة على الحدود العراقية السورية. نعم. طيب أحمد، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل الخطط المعدة من أجل مواجهة التحديات ورفع الجاهزية وتحصين الحدود؟ نعم، يعني عندما نتحدث عن الخطط فإن يعني الخطط الأمنية التي أعلنت عنها المصادر الرسمية الأمنية هي بدءا من الجدار الكونكريتي إضافة إلى ذلك أنفاق على طول الحدود العراقية السورية إضافة إلى ذلك أسلاك شائكة. أما في المناطق التي تشهد بيئة ديموغرافية صعبة لا يمكن يعني وضع فيها جدار كونكريتي وكذا فهذه المناطق هي شهدت تعزيز أو وضع قطاعات أمنية مرابطة على تلك المناطق. أيضا هذه قطاعات مشتركة بين الجيش العراقي وحرس الحدود وكذلك الحشدين الشعبي والعشائري. أيضا تم إرسال تعزيزات أمنية قبل يوم من الآن قوات خاصة أيضا قوة عفوا فوج المهمات الخاصة التكتيكي أيضا تم إرساله هنالك على الحدود. وهذه التعزيزات الأمنية كما ذكرت لك زميلتي بأنها مستمرة يعني منذ أيام ولغاية الآن تحسبا لأي طارئ يحدث على الحدود. يعني كوضع أمني يعني وهو مستقر ولا توجد أي تعرضات أمنية على الحدود العراقية من قبل يعني الجانب السوري أو من قبل القوات المسيطرة على الجانب السوري لغاية الآن، ولكن القوات هي في تحسب وفي وضع يعني مستعد لأي طارئ ممكن يحدث.